هناك اتهامات صريحة من جانب سوريا وكذلك إيران من أن أمريكا وإسرائيل وكذلك أوكرانيا أضف إلى تركيا ينتقف أو لهم اليد الطولة فيما حصل، يعني مهما ادعت تركيا من أنها ليست لها علاقة والولايات المتحدة وإسرائيل كذلك، ولكن الكل يعلم يعني أن الفصائل المعارضة أو ما يعرف بفصائل المعارضة السورية لا تستطيع أن تطلق حتى رصاصة واحدة على عصفور في الأراضي السورية دون موافقة تركيا والاستخبارات التركية، أليس كذلك؟ لا يستطيع أحد أن يقوم بشيء في هذه المنطقة، بل ربما في غالبية العالم، بدون موافقة أمريكا. وهذا دفع إيران إلى هذا السؤال، وأنا أريد حقيقة أن أسأل إيران نفس السؤال: من سمح لها بالدخول إلى الأراضي السورية ودخل آلاف الميليشيات؟ تعداد الإيرانيين والميليشيات الإيرانية 102 ألف منذ عام 2014 بسوريا. من سمح لحزب الله في الدخول؟ من سمح للميليشيات العراقية؟ اليوم 7000 عراقي دخلوا من الحشد الشعبي إلى سوريا. إذا كيف لهؤلاء مسموح لهم؟ كيف لكل الناس؟ كيف للنظام أن يستخدم كيميائي ويستخدم صاروخ وممنوع علينا أن نمتلك صاروخ دفاع جوي واحد؟ اليوم هذه القنابل أو هذه الغارات التي تنفذها كلا من روسيا والنظام على الشعب السوري، ممنوع علينا أن نملك سلاح دفاع ندافع بها عن أنفسنا، لا نريد قتل أحد، ندافع. ممنوع حتى أن نمتلك كمامات أكسجين عندما قصفنا النظام بالكيماوي. إذا لماذا تسأل إيران هذا السؤال؟ هل إيران هبطت إلى سوريا بالمظلات أو بالقمر الصناعي؟ هبطت بموافقة أمريكية وطلب أمريكي، كما دخل داعش بموافقة أمريكية. إذا اليوم العالم يتحدث، إذا هل محرما علينا أن نعود إلى أرضنا؟ هل محرما علينا؟ يعني معروف هذا، يعني حق التحرير حق مشروع، حق شرعي لكل الدول. بدي أحرر بيتي، بدي أعود إلى بيتي الذي صادره النظام وأعطاه للإيراني أو أعطاه للأفغاني أو أعطاه للبناني والعراقي. لماذا مسموح للإيراني أن يستخدم بيتي؟ لبناني لماذا مسموح له أن يستخدم؟ وممنوع أنا أيضا أن أخرج. لكن رغم كل ذلك أخي الكريم، الهدف الأساسي من هذه العملية، لأن أوروبا ضجت باللاجئين السوريين، ولبنان والأردن وتركيا ومصر وكل الدول التي فيها لاجئين ضجت باللاجئين السوريين وتريد مناطق آمنة. لم يبحثوا أو لم يجدوا أي منطقة آمنة في سوريا رغم الضغط على هذا المسمى بشار، لم يجدوا. لذلك هناك ربما اتفاق قد يكون بين الجبارين من أجل توسيع هذه المنطقة وتكون آمن لاستيعاب من يمكن طرده من اللاجئين السوريين في كل أصقاع الأرض.